Your Excellency Dr. Mustafa السيد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء Minister of Local Development أيها السادة الوزراء Your Excellency Engineer المهندس الشربيني Your Excellency وزير الإسكان السيدة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي السيد لي هاو وزير الإسكان والسادة الوزراء والسادة المندوبين صباح الخير Good morning. صباح الخير So first, I would like to recognize the genesis of the World Cities Day. أحب and I'm very pleased that this event coincides with my return of a mission to China, where I had the opportunity to attend the Weihai observance of the World Cities Day. China led this initiative, which was approved by the United Nations General Assembly. This is a beautiful story of this day and of a platform of cities that are really engaged and intentionally working towards مدن كثيرة تعمل على تحقيق الاستدامة. أحب أن أقول أن هذه المدينة الجميلة الإسكندرية أحب أن أشكركم لاستضافة وأحب أن أشكر المحافظة الإسكندرية وكذلك مكتبة إسكندرية لاستضافة هذه الفعالية إنه شيء خاص جداً. What we expect for the new urban agenda, for the global sustainable goals, for the fight on the challenges of climate change. It's at the intersection of the past كل المشاكل والتحديات سواء في الماضي أو المستقبل ونأمل أن المناقشات هذه المناقشات سوف تكون جزءا من المناقشات والمحاورات الخاصة بالاحتفال باليوم العالمي للمدن It was a celebration of the World Hub that day كان هناك احتفال في المكسيك باحتفال بالمستوطنات البشرية أو برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية كان هناك أيضا احتفالية أخرى خاصة بالمشاكل الخاصة بالاستدامة والتحديات يجب أن نحتفل بهذا اليوم لدينا الآن 26,000 مشترك في هذه الفعالية ولماذا نتحدث عن التغير المناخي ونتحدث عن الشباب أعتقد أننا مدركين تماما لأهمية الشباب وفعاليتهم ونشاطهم وخصوصا الذين يسكنون المناطق الحضرية والذين لديهم القدرة أن يقودوا الطريق نحو التغير حين نتحدث عن الشباب سواء من الإناث أو الذكور وهم يعطون الكثير من الأمل ويشاركون بنشاطهم وبحماسهم خلال ست سنوات العالم والمجتمع الحضري والمدن سوف يكون بها 60% من عدد سكان العالم ولذلك فإن أهمية الشباب تكمن في أنهم لا يمكن لنا أن ننشئ المدن دون أن ننظر إلى المستقبل من خلال عيون الشباب يجب أن نحاول أن نشاركهم علمنا ونشاركهم حكمتهم أن نحاول أن نفهم كيف يقومون بتغيير حضارتنا أن نحاول أن نتواءم مع العالم الذي سوف يكون
أو ينشأ في المستقبل. ولماذا نتحدث عن التغير المناخي؟ المدن هي تلعب دورا محوريا في التغير المناخي. Of global final energy يستطيع أن نقول أنه 35% من الطاقة تستهلك في هذه المدن. إذن فإن المدن هي تحدي كبير، وإنها أيضا ممكن أن توفر لنا فرصة للاستدامة أو وكذلك يمكن أن تساهم في تنمية البيئة، ونستطيع عن طريق ذلك أن نحافظ على البيئة، نستطيع أن نحافظ عن البيئة المحيطة بالمدن، أن نحاول بقدر الإمكان أن نستغل الطاقة، ونستطيع أن نقول أنه يجب أن يكون هناك أيضا تركيز على المشروعات المتناهية الصغر المرتبطة بالمدن. أخيرا أحب أن أقول أننا لدينا التزام، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لديها التزام في العمل على تنمية فكرة الاهتمام بالمدن والتعاون مع الحكومات المحلية، وذلك في عدة بلدان. وأستطيع أن أقول أن هذه تأتي لها علاقة بكل التوصيات التي اتفقنا عليها في نيويورك، ونستطيع أن نقول أن ذلك يتوافق مع خطط الأمم المتحدة، ونستطيع أن نقول أن أهم شيء أن المستقبل يضع الشباب في المقدمة. يجب أن نحضر العالم للشباب وللجيل المستقبل. يجب أن يكون هناك تبادل في الخبرات، تبادل في المعلومات، ولذلك يجب أن يكون في قمة أو على رأس الأجندة. يجب أن يكون هناك يجب أن يكون نوع من أنواع التعاون. يجب أن وأتمنى أن يكون هناك مناقشات بناءة، ويجب أن تكون الاحتفالية على أكمل وجه. شكرا لكم.